انا مش فاهم انت زعلانه مني كده ليه؟ يعني عايزاني افضل طول عمري صعلوك من غير جواز؟ قصدك يعني ان انا صعلوقه؟ انت دلوقتي صعلوقه بس اكيد هتتجوزي في يوم من الايام. اتجوز؟ طب وسع وسع مش عارفه اطبق. طب هتجوز ايه؟ انت عارف ازمه العنوسه. لقيت انا جوازه ما اتجوزتش. صرف انت وهات لي عريس وبعدين ابقى اتجوز براحتك. كل العرسان اللي بتجيني سمول، مفيش مقاسك. ماليش دعوه، ان شاء الله تجيب لي حتى اتنين في بعض. المهم ما تسيبنيش كده. روحي بقى. مش عارفه يا اخويا انت مالك مستعجل كده ليه؟ ما نتجوز مع بعض احسن. انت ليه محسساني ان انا هخونك ولا هتجوز عليكي؟ انت يا مندو عايز تتجوز بسرعه وتسيبني. انت مش فاهمه، انا مستعجل على الجوازه دي قبل العروسه ما تفوق. تفوق ليه؟ هو انت مبنجها؟ مبنجها؟ اتنيل وقف بقى، روشتني في ايه مالك؟ انا قاعد ضاع اصلي، والاصل يعمر والتقليد يدمر. الجهاز ده خطير. لا جهاز ايه يا حبيبي، انا طبيعي يابا والطبيعي يكسب. عارف انك طبيعي، اسكت. الحيطان ليها عيون. كمان بقت ليها عيون؟ يعني انت كمان اطرش وما بتسمعش امثال؟ اسكت بقى يا عم. يا عم تسد ودانها تسد حيطانها، المهم انت تفتح خاشمك معايا. حافظ على الجهاز ده كويس. جهاز ايه يا ابني ده؟ قلم. ما انا عارف انه قلم، بس ده مش اي قلم. تعال تعال، ده قلم بكاميرا يا راجل. بجد والله؟ ايوه. ده في كاميرا وحياة ابوك؟ فين دي؟ هعلمك ازاي تستخدمه، بس المهم تحافظ عليه زي عينيك. ده مفيش منه في مصر كلها غير 92,000 قلم. 92,000 قلم بس؟ ده يبقى مهم قوي. طبعا مهم، وبعدين ده مستحيل ينكشف الا لو طفح. طبعا انا عايزك تصور لي بيه كل المستندات اللي عند نونا، صوت وصوره وبلاتوس. يا معلم اصور لك ابوها، بس قول لي امان. يعني القلم ده امان؟ طبعا امان، ده انت بتتعامل مع اذكى جهاز ام بي 3 في العالم. يا خيرا الدور اللي خده مني محمود عبد العزيز رجع لي تاني بقى. دور ايه يا ولويل؟ بتاع رأفت الهجان، يا ليفي مصر يا من الحاجات دي. الحاجات دي ده انا اكسر بيه الدنيا يا عم. يا عم تكسر الدنيا تتشقلب تنط الحيطان، المهم السريه التامه. ما تقلقش. مش الميه ومش عايزه خايله بقى خلاص. سو بقول لك ايه؟ ايه رايك في القلم ده؟ ده القلم ده يعني ايه رايك فيه؟ بيتك اللي خرب بيتك. بس بشوف راي سو بس في القلم، يعني القلم ده انا اشتريته، ايه رايك فيه؟ حلو. انا مهلا انا بقلم ولا بكراسه، انا تعليمي من الحياه، واخده كمان انجليش. انجليش؟ ايوه، يعني انت شايفه ان ده قلم صح؟ قلم. امال هيكون ايه؟ اصبع موز ما بتشوفش مثلا يعني، ولا يكون في كاميرا؟ روح انت يا سو، صوري لي كوبايه شاي، اعملي لي كوبايه شاي. يلا سوري مش فاضيه، بطبخ وما اعملها لنفسك. احسن والله. يخرب بيتك انت، هتكشفنا. اكشفك ايه يا عم؟ انا بس بشوف هي هتعرف ان القلم ده بكاميرا ولا من غير كاميرا، وما عرفتش حاجه. انا عايزك لما تتعامل معايا ما تتكلمش خالص، لان ايديولوجيه الجريمه مع فسيولوجيه التشرد بتؤدي الى ايديولوجيه النص، واخد بالك انت؟ واللي عايز الدح ما يقولش بح. اديني الكريمه كده، اخد واحده والله هتحرق الفيلم. انا مستعجل بصراحه، عايز كل حاجه تتم بكره. بكره مستحيل. واي نوت، احنا طياراتنا بعد بكره. المفروض انكم كنتوا حجزتوا ميعاد الفرح وبعد كده حجزتوا التذاكر. يعني ايه؟ يعني يا عروسه ما يصير، مكتب حجنا عندنا ارتباطات حجوزات. ارتباطات ايه انت كمان؟ ارتباطاتي انا اهم واخطر. يا استاذه بعد اذنك، انا عندي في النمسا بعد 3 ايام شغل، لو ما رحتوش هخسر ابن خالتي 20 مليون دولار. سافر حضرتك، ولما تخلص شغلك نبقى نعمل الفرح. انا زيارتي الجايه لمصر مش قبل 18 شهر. بليز يا نونا المأذونة اتصرفي. لازم تتصرف طبعا. بقول لك ايه يا استاذه، انا ابن خالتي جاي بطيارته الخاصه عشان يحضر الفرح بكره. ارجوكي انت سمعتيه، ابن خالته هيحضر الفرح. وانا مالي ومال ابن خالته؟ وبعدين مين يكون ابن خالته؟ لا بقول لك ايه، كله الا ابن خالتي. ابن خالتي ده خالد المصري، اكبر مليونير في اوروبا. يا استاذ ما يبي ابن خالتك يشغل حدا بيكون من الخليج؟ ليه؟ حياتي يا أستاذة، لو دفعوني مال الدنيا ما تركك. يا جماعة ابن خالتي جاي بكرة بطيارته الخاصة علشان يحضر الفرح. خلاص مفيش أزمة، حضرتك تستنى معاه كام يوم وبعدين تبقى تسافر أنت وعروستك بطيارته الخاصة. ما ينفعش، ده هو جاي يقعد كام يوم في مصر كده، وده حدث بيتكرر كل كام سنة مرة. أيوة يعني كل كام سنة. إحنا مالنا إحنا كل كام سنة؟ يا جماعة اقعدوا معاه وسافروا بعد كده كلكم سوا. مستحيل، وشغلي وارتباطاتي. شفتي؟ وشغلي
ارتباطاتي حسس لي انه عمرو دياب فجأة. يا استاذ يعني احنا اللي قاعدين هنا صايعين؟ ما بس شوية، انا فعلا نفسي اساعدكم، بس حكاية ان الفرح بكرة ده عايز توضيبات كتير جدا. بليز يا نونا المأذونة تصرفي، مش مهم الفلوس، ما تفكريش فيها، ان شاء الله ادفعلك بالدولار. بتكلك يا استاذة بالدولار؟ انت ازاي ما تقوليش انهم مستعجلين؟ بكرة كون القاعة جاهزة. الو علي، ازيك يا بيبي؟ لا اصلي لقيت نفسي مخنوقه قوي، قلت اكلمك عشان افك شويه. علي قول لي حاجه حلوه. قشطه، بسبوسه، كنافه، حاجه حلوه. لا بسبوسه ايه، مش بقولك هات لي حاجه حلوه، قول لي كلام حلو من اللي انت بتقوله لي. ها يبقى اشوفك بقى بالليل في الفرح، مش كده؟ فرح مين؟ فرح داندو. الله، هي نونا ما عزمتكيش ولا ايه؟ يلا يا ماتش، يلا روح جنب عروسك. مش قاعد في الكوشه يعني؟ مش قاعد في الكوشه يعني ايه؟ مش قاعد في الكوشه. يلا اطلع خلص. لا انتوا قلتوا تعالى الفرح، هيد الفرح، البس بدله، لبس بدله، لكن كوشه مش قاعد في الكوشه. بسمتك دي بدله، انت عامل زي الجوكر بتاع الكوتشينه. سيبولي يا طنط انا هعرف اتفاهم معاك. بص يا ابني ما تخنقناش بقى، ده فرحك، اطلع على الكوشه ما تحرجناش. يا ويلو هطلع على الكوشه هسلم على الناس دي كلها وايديهم ديرتي. ديرتي في عينك. قلت ايه يا ابني؟ ما ده فرحك لازم تسلم على الناس. امسكك بالودانك او اجمد حبيبي اجمد.
ايه يا اخويلو مالك جايتنا منين كده؟ جئتو لا اعلم من اين. مالك يا ابني في ايه؟ نونا ده بطردني. والله تستاهل. استنى حبيبي بس، طلق منين؟ مش شقه؟ امال يعني من المحل يا طن؟ طردني من الشقه قدام الجيران كلهم، وقف يقول لي اطلع بره. انت مش ابني حسن يوسف اهو، عمل لي فيلم في قلب المكان. لا يعني انت لقيط. ايوه انا قلت كده، طالما ابويا فضحني قدام الناس كده يبقى انا يا جماعه لقيط. يا حبيبي يا ويلو، طب وست والدتك يعني ازاي جالها قلب ترميك في الشارع كده وانت لحمه حمراء؟ قوم معايا اوديك الملجا. ملجا ايه بس يا ماما؟ انا ما نعرف الحكايه ايه. في ايه يا ولد؟ ما هي دي الحكايه يا نونا، بقول لك الموقف الوحيد الحقيقي اللي حصل لي في حياتي، قلت انزل الشارع بقى امثل بقى مع الناس، قلت اغني بقى، جئته فلاقي المطر اتمطر، السحابه تسحب، الارض يعني يحصل اي حاجه، ما حصلش، الشارع كله فاضي، ما فيش ظابط يا طنط قابلني قال لي بطاقتك فين يا ابني، ولا زين العشماوي ولا حد من الناس بتاعت الافلام دي خالص. نونا انا مبقاش ليا غيركم دلوقتي، ابويا وامي خلاص قتلوا الموهبه جوايا. تخيل ابويا وهو بيطردني قال لي انت فاشل. طب ما باباك ما غلطش ولا حاجه، ما انت فاشل. انا فاشل هنا؟ اه تزعل لو قال لك يا بايظ، بس انت فاشل. يا ريت قال يا بايظ، البايظ بيتصلح، انا ما الفاشل اللي طنط بيفضل فاشل. انا مش عايزك تتقهر ابدا يا ويلو، انا ممكن اخدك من ايدك دلوقتي وارجعك عند باباك. لا قول لي، هو باباك متجوز؟ عمي يا طنط انا عارف ابويا مش هيوافق. يا جماعه انا ما اعرفش حد غيركم، لذلك انا قررت ان انا اضغط على نفسي واقعد معاكم في البيت. احنا نحسن عليه ونقعده في الاوضه اللي في الجنينه دي، او لا ويبقى في بيتنا لقيط. تحسن على مين يا جلابيه انت؟ وقول له مزيكا الفن والعبقريه ابقى بواب. بوابه نونا يا عم، انت الطول اصلا تبقى زي عبد السميع به البواب. عبد السميع البواب اللي هو بتاع فيلم بيه البواب. واقعد امثل معاكم ليل ونهار ونعمل حفله هنا واغني اقول يا سعاده البي يا سعاده البي. انا موافق بجد اعمل معاكم الفيلم ده. ده مين بقى السقيل البارد اللي جاي بيتنا دلوقتي؟ ممكن جيتوا لا أعلم من أين ولكن جيت لقيطة تانية. باباك ضربك صح؟ لا أخويا. والله تستاهل. قال لي اطلع بره بيتي، أنت مش أخويا، أنت مش أخويا. فقلت أسحب على خفيف وأجي لكم. اتفضلي شوفي لها حتة تلقح فيها. أشوف لي مين؟ لا بقول لكم إيه؟ انا بشتغلش عند حد هنا، كل واحد يخلص حاجته بنفسه. انا مديره منزل. انا عن نفسي اوضتي مش فاضيه. كان عندي باراشوت واحد بقوا اتنين. تلاته يا خالته تلاته. يا نعم سمعت انك هتتجوزي يا كابتن. وانت مالك؟ انت حيالله طليق. طليقك اه، بس في بينا ولد ابني. ابنك مش طايقك يا استاذ، مرتاح منك. يعني حكايه الجواز دي بجد بقى؟ ايوه بجد طبعا بجد، طالما مش بعمل حاجه تخالف الشرع ابقى حره حره وحره. في الحاله دي انا عايز ابني رانيا. يعني ايه؟ يعني انت هتتجوزي وتنزلي الملعب وتحطي لي ابني على احتياطي؟ لا انا عايزه في فريقي، عايز ابني رانيا لما يبقى يشتكي لك. مش هستناه يشتكي لي، ومش انا اللي غيري يربي لي ابني، انا عايز ابني. مش هتاخد الولد يا متولي. الولد من حقي وبالقانون من حقي لو اتجوزتي. على جثتي يا متولي. ماشي، ما تزعليش بقى لما انا انزل الملعب واجيب جون واخد منك الولد. سلام يا عروسه. الله يسود، هو ممكن ياخد عمر مني؟ ربنا ياخدك يا متولي. العب براحتك يا حبيبي. العفو عمر. لو مثلا يعني مثلا يعني ما تجيبي من الاخر يا ماما. اه هجيب من الاخر. حاضر. لو باباك طلبك تعيش معاه هتوافق؟ تسألي كده ليه؟ انا بقول مثلا يعني. لا طبعا يا ماما، ما اقدرش اعيش من غيرك. بجد يا عمر؟ قولي بقى بتعمل ايه؟ بصي. واو ايوه خش عليه بقى. ايه يا بنت فرغالي اللي انت قاعده فيه ده؟ مالك فيه ايه؟
هو ايه اللي هشت؟ عماله ما شاء الله تضربي في شاي وجوز وقهوه، صار لك فتحه خلاط ببطنك. عايزه اعيش الحاله. لا ثواني بقى، طالما تعيش الحاله ده موضوعي بقى، معوله الدنيا تختلف. ايه قولي لي بالظبط حالك ايه اللي عاوزه تعيشيها؟ مخنوقه يا اخي مخنوقه، عايزه افضفض عن نفسي كده. فضفضي. عايزه ابقى راجل. شفت ريال تبي تبقي ريال؟ والله مشرحها ما ناقصه قتلة يا مكر. لا استنى ما تزعلهاش، بس يعني جايز تنفع، يعني احنا اخوات ما تزعليش مني. نظره كده ها عايز اعوذ بالله. لا يعني بجد هتبقي راجل وحش قوي. بس عليكم انا يا رب ولا نفع مع ست ولا نفع مع راجل، انا اعمل ايه نفسي يعني؟ ابقى لواء؟ تبقي لواء؟ هي ساق ده عبيطه بتقول لك تبقى لواء. انت اخرك عسكري. مكة حبيبتي ما اخرها عسكري. امين شرطه. امين شرطه. ما تقولش امين شرطه اسم الله ولا دبلوماسي. ويبص ازاي كده كده اهو، وينادي ازاي يا سعيد؟ بس مكان عام. ويعادي ازاي او كده؟ امين شرطه. بس كتاب دلوقتي والاشهار يبقى في القاعه على ما يوصل ابن خالتي ان شاء الله. في اي شروط عندكم؟ ابدا، هو حاجه صغيره وبس، هيمضي قايمه بنص مليون جنيه وبس. ايه حبيبتي احنا اتفقنا على 200,000 بس. ايه يا بودي، هو انت مستخسر فيا نص مليون جنيه؟ لا يا بيبي. اوكي 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 كله خير ليا. والشبكه ربع مليون دولار؟ لا مصري. انت هتتجوزيه ولا هتنحتيه؟ خلاص يا مأذونه، انا بعدين هتفق معاكي عندي الليله. اوكي بيبي. البطايق ده باسبوري الكبير بقى، ما لحقتش اعمل الصغير معلش. مش مشكله. ودي البطاقه. كويس قوي. الحق يا بودي انا سرقت. نعم. مش لاقيه محفظتي. اتسرقت ازاي؟ يا نهار ابيض، انت عارفه يعني ايه نعمل لك بطاقه وجواز سفر دلوقتي؟ ده محتاجه على الاقل اسبوع. ازاي؟ انا خالد ابن خالتي جاي يحضر الفرح الليله، وانا لازم اسافر بكره. في الحاله دي مفيش عندك غير حل واحد. الحقينا بيه. العريس يعمل توكيل لحد بيثق فيه لحد ما اوراقك تخلص، وبعد كده الحد ده يتجوزك ويسفرك لحد عنده. الله عليكي، فكره جامده جدا. بودي بليز بسرعه اعمل توكيل في شهر العقاري عشان اخلص بسرعه. اوكي، لكن هعمل توكيل لمين؟ اي حد تامنه على مراتك. في الحاله دي طبعا مفيش غير خالد ابن خالتي. ايه ده؟ ايه ده يا رفعت يا هجان دي؟ لا انا زهقت بصراحه بقى، مش كل ما اجيب لك حاجه تقول لي ايه ده ايه ده. الصور يا عم اللي انت طلبتها ده انت ما حصلتش ميزو حتى، انت مصور لي الحيطان. هو انا بعتك ترفع المقاسات؟ مقاسات ايه؟ دي دقه في التعامل، ايش فاهمك انت؟ انا مصور لك حيطان المكتب عشان تعرف ان انا جوه المكتب. وحد قال لك انك في القناطر يا بني؟ طب ايه الجورنان ده؟ والله ما كان في غيره على المكتب يا رجب. طب يا اخي صور جورنان النهارده يا اخي، فين المستندات يا ليلو؟ يعني نقول طور يقول احلبوه، مفيش مستندات كانت على المكتب. مفيش يعني المفترض ان انا اتعاطف معاك اعيط مثلا؟ طب ما دورتش في دراج المكتب ليه؟ اوبس، تصدق عندك حق، كنت
كنت لازم ادور جوه الادراج بتاعه المكتب عشان تعرف بس ان انت رافض الهجان الفاشل. لا والنبي ما تقول فاشل دي. لا ما تقولهاش، انا بتعب منها، بتضايق، متعقد. انا فنان يا عم الحاج. ماشي يا فنان يا عبقر شاطر، بس كل شويه تلهف مني كام الف. اسمع عليلو، ما اتولدش ولا حماته شافته الا هيضحك على رجب تاني. خلاص يا مان، كله في الامان. انا هعمل لك كل اللي انت عايزه، بس زي ما اتفقنا انت عارف ان انا بعمل كل ده عشان خاطر عيون مصر. يا بلادي يا احلى البلاد يا بلادي يا حبيبتي يا مصر. يا سوكا، الكلام اللي انت عماله تقوليه انا مش فاهم منك حاجه. عماله تلف وتدور زي الحنفيه اللي مش متربطه. ايه مش فاهم منك حاجه يا سوكا؟ يعني مش عارفه اجيبها لك ازاي يا رضا. البيت يا اخويا بقى عامل زي مركز الشباب، شباب داخل وشباب خارج ورجاله طالعه ورجاله نازله. وانا بصراحه يعني ما اخبيش عليك، انا خايفه على نفسي من الفتنه. فتنه انا سايبها في الحاره بتغسل. برضو ما فهمتنيش. ايه في ايه؟ الشباب ده ممكن وممكن قوي والله حد فيهم يقول لي كلمه حلوه يغرغر بيا. الكلام اللي بتقوليه ده ايه يا سوكا؟ يغرغر بيك ازاي؟ الست اللي تبقى كده تبقى خاينة يا سوكا. لا يا اخويا انا مش خاينة، انا خايفة. خايفة؟ اسمعي يا سوكا، الحبل اللي ما بيننا خلاص اتقطع. يعني انت ما تلزمنيش، انت طالعة يا سوكا. بسم السوداء، طلعتني يا ابن المفكوكة. قلتيلي بقى عايزه تسيب الشغل ليه؟ مش عارفه يا نونا، حاسه ان انا مش مبسوطه ومش حاسه ان الشغلانه دي تيبي، وبعدين حاسه بفراغ كبير جدا. فراغ؟ ده انت اخوكي ماندو يعني جر شكل للقاره كلها. ماندو خلاص ما بقاش بتاعي، ده بتاع عايده. تكونيش عايزه تتجوزي بجد؟ اتجوز ايه بس؟ مش عايزه اتجوز ولا نيله، عايزه اعمل حاجه بجد، عايزه احس ان انا ليا وجود، كينونه. عايزه ابطل احس بالتفاهه اللي انا فيها دي. طب ده انا عندي ليكي فكره هايله، وبالمره تستخدمي طولك ده. هتقولي بقى العبي باسكت مش كده؟ لا مش باسكت، تبقي ظابطه. ظابطه؟ حلو الموضوع. ظابطه ده ازاي بقى؟ شايفه طولك؟ والله تبقي احلى ظابطه. انا عارفه انهم دلوقتي عايزين خريجين حقوق. قدمي وان شاء الله هتنجحي. تفتكري؟ وانا عايزه ابقى ظابطه. وبعدين في توتر كده ما بين الشعب والشرطه، فانت دلوقتي شعب وبكره هتبقي شرطه، وتقدري يعني. انا بقى لا بقى همزه الوصل ما بين الاثنين. اسم الله عليك. الله عليك يا نونا، برافو عليك. ايه رايك؟ ظابطه. ظابطه صح؟ انا ظابطه. يلا يا اختي. انا حاسه من زمان ان انا ظابطه. لا مؤاخذه يا معلم عظمه، يعني حضرتك ايه ده؟ هدي نفسك بس عشان تعرف تتكلم. انا قاعد على الاخر لا مؤاخذه، انتوا اللي عمالين ترفصوا وعفرتوا عليا. لا يا فندم عفرت ايه بس؟ لا مؤاخذه، اصل حضرتك لما بتعمل الاشياء دي وبعد كده انا بأشعر. هقول لنا بس حضرتك طلباتك ايه؟ حقي لا مؤاخذه. حقي؟ حقي يا ابو حاج كسر حقك، حقك تاخده بالخدوش. قانون ايه يا ابو قانون انت؟ البنت دي كانت خطيبتي لحد ما اترمت في طريقها وبقت معاكوا لا مؤاخذه. لا 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 حضرتك فاهم غلط يا فندم، هي اللي اترمت علينا لكن احنا مالناش دعوه بيها خالص. ما علينا، البنت دي سابتني، سابت عظمه، عظمه ابو الغيط، يعني جزاره ولاد ابو الغيط، ياما كتب فيهم اشعار واغاني واتغنت على الربابه لا مؤاخذه، عايز حقي دلوقتي يعني توتو على كبوته لو ما بتفهموش عربي. سمعني سلامه ولاد ابو الغيط. ولاد ابو الغيط. عمي بس يا بس يا عظمه، انت هات الواير بتاعك واسحبها، احنا مش عايزينها. انت بتبيعني اصلي كده يا عنده كلب؟ خدها مننا، احنا فعلا مش عايزينها، اتفضل خدها. ما بقتش تنفعني لا مؤاخذه. ليه بس يا معلم؟ الدبيحة اللي تخرج بره البهايم تتدبح وقتي. هتدبحني يا عظمة؟ ايوه لازم يتبحك عشان انت دبيحة خاينة، يعني انت شيلوا بنتك السوية يا معلم، بنتك تذبح حد فينا؟ عايز حقي، دبيحة بتبيحة. دبيحة بتبيحة؟ يعني معلش يعني عشان انا مش فاهمة. يعني عدم المؤاخذة، خدت مني بهيمة، ترجعولي بهيمة. ادوم هيمة! بس خلاص انتهت وليناها حضرتك، اختار، عندنا من البهايم كتير. مش هحصل. يا عيني عليك يا سوق،
يعني عليك وعلى بختك المقدم يا اختي، مالكيش بخت في حاجه. يلا اتطلعتي بدري يا سو. تستاهلي، حد يعمل عمالك السودا دي؟ اعمل ايه؟ انا بس قلت اغيظه افرزه افلفله يوم يطلعني. اه يا حبيبتي، حبيت تفلفليه طيرتيه اهو، طار طار خلاص. انا قلت ده قرد ما بيطيرش، يعني هو كده خلاص طار بجد؟ طبعا، طالما حلف عليك يمين طلاق يبقى اكيد اكيد طلاق. يعني عليك يا سو على باخدك البنيل يا خلاص بقى خلاص، ما تقرفيناش وانت عامله زي مدجدج الندابه كده، ممكن تتشنكلي في واحد تاني احلى منه وما يكونش كمان اسمه قرد. واحد تاني؟ ده انا قعدت تلات ارباع عمري على ما لقيت القرد، والله ما هلاقي فار. خلاص بس اسكتي بقى، ما تعرفناش بقى الصداع. اه مصدعه يا اختي، مش انا وقفت جنبك يوم طلاقك؟ شويه شاي الله لا يسيئك. وانا بشتغل عند اهلك هنا؟ ثم انا مش فاكره يوم طلاقي ده خالص. بختي وحش. ايه ايه بتبصي لي، اتجننتي ولا ايه؟ انسي يا حبيبتي انسي خالص، معقوله صافي هانم تعمل لك انت كوبايه شاي؟ وبعدين بطلي بطلي تنفي فوطه الترميع، هتلمعي بيها الترابيزه ازاي؟ يا الو اينونا، تعالي دلوقتي حالا على المكتب. ايه دلوقتي؟ قالت لك ايه؟ مش فاكره. ازيك يا مدام؟ اهلا رضا، اتفضل. شكرا. ايوه يا مدام. شوف يا رضا، انا جايبك مخصوص بقى عشان اتكلم معاك في موضوع سو القهوه. انا جيت هنا عشان خاطرك، بس لو اعرف ان سو هنا ما كنتش جيت لحضرتك خالص يا مدام. لا 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 استنى بس استنى، في ايه يا رضا؟ الله، انت عارف انها غبيه وحماره وعملت كده مخصوص يعني عشان تخليك تغير عليها. اغير عليها بتاع ايه بس يا مدام؟ شايفه يا مدام، هو انا ايه؟ ما عنديش مشاعر ولا احاسيس ولا ايه؟ كنبه ولا ترابيزه ولا كرسي انا ان شاء الله يعني. خلاص خلاص غوري هناك يلا. شوف هي بتحبك طبعا، بس ترجمته غلط. هي كانت عايزه يعني زي ما بتقولوا بالبلدي كده تنحررك تفلفلك، وبعدين جواها عقيده شخصيه جوا انك انت انسان ما عندكش اي احساس واتخذت قرار، وهي انسانه غير قادره على اتخاذ القرار فاتخذت القرار الخطا. وكل ده بيقول ايه؟ انها في النهايه كانت عايزك تستعجل وتتجوز وتدخل. اتجوز وادخل دي اللي فهمتها منك، لكن الكلام اللي فات ده كله ما كنتش فاهمه. انا مستني بس اما اخد الجمعيه. وماله، ان شاء الله هتاخد الجمعيه وتستعجل بقى كده وتتجوز. وبص شوف 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 الحماره دي بتحبك، مش انت بتحبيه يا حماره؟ بحبه والله، ان شاء الله تندرف في معاميع قلبك. الله 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 على الحب، بتقولك ان شاء الله تندرف في معاميع قلبك. اهو شفتي طولة اللسان ده اللي مخليني دايما اطلقها. هو رمى عليكي الطلقه؟ هو قال لي انت طلقه. يعني رمى الطلقه من بقه حيه ولا مطاطيه؟ معرفش، هي جت في وشي كده مش فاكره. تعالي تعالي شوف يا حمار، الحمارة دي بتحبك وبتموت فيك، فاهم ولا لأ؟ عيشوا مع بعض بقى، جاكوا البلد ملتوا البلد، ربنا يحرقكم. يا أبو حنان والله الولية دي فهمانة كويس قوي إن احنا أغبية، بس الطلقة كانت مطاطية. مش فاكرة. أهو يا معلم أحلى طابور عرض، اختار البهيمة اللي تعجبك. يبقى بسم الله الله أكبر. أنت جايبالي عريس البحر يا نونة؟ والله يا معلم مالية مزاج الدنيا خالص دلوقتي. وفي إيه يا نونة؟ جايبه لكم عريس؟ يا نونا انت عايزاني اتجوز تحت تهدين السلاح؟ انا عايزك تورق دمك خالص، يعني ممكن حضرتك تذبحلي القطه وانا مبسوطه. انا مش عايزه اتجوز يا نونا على فكره. اخرسي يا بنت وانت الطولي. لا 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 من جهه الطول، هي الطول. يا معلم نونا نتجوزك كده خلاص على البركه بقى. وانا كان طول عمري في عريس يخطفني خطف. اهو جالك اللي هيذبحك ذبح. لا على مؤاخذه انا بطلت اذبح بره السلخانه، وبعدين دي ما تعجبنيش لا مؤاخذه، اذبح فيها ايه؟ انا قلت كده برضو، هو ما ينفعكش غير رانيا. لا عدم مؤاخذه دي معزه ما تنفعنيش طبعا. لا قالك دي معزه، امشي انا بقى عشان وانا معزه. انا قلت من الاول ممكن هي. لا عدم مؤاخذه ماليش في الجمال. لا ما هو ولا جمال ولا معز ولا ما فاضلش غيري، وانا بالنسبه لك ما ينفعش خالص يا معلم. طبعا ما تنفعيش عدم مؤاخذه، ما تنفعيش خالص. الحمد لله يعني كلنا براءه. لا سيبوا براءه ان شاء الله.
لما تجيبوا لي البيمه الباب. ايوه انا هجيبها لك منين دلوقتي؟ ما اعرفش اتصرفي. ايوه ايوه. طب اقول لحضرتك فكره حلوه قوي، انا عندي عرايس كتير قوي بتعدي عليا كل يوم. ممكن حضرتك تختار العروسه اللي تناسبك. يبقى ده هتلاقيناها بالصلاه على النبي. والمثل بيقول مطرح ما تكاكي بيض. خلاص يا معلم هستناك لحد ما تفرس. سدنونا خالد بيه ابن خالد وسط. اهلا اهلا وسهلا يا فندم، نورتنا. الله يخليكي، ميرسي يا فندم. اتفضل يا فندم اتفضل. خالد بيه نور الوطن العربي في حاله. خالد بيه نور مصر كلها يا نونا. شكرا ميرسي. طب يا نونا ده التوكيل انا عملته، وخالد بيه هيتابع الموضوع في مصر هنا لحد يعني ما العروسه تطلع البطاقه والباسبور والجوازه اللي مش عايزه تتم ديت، وان شاء الله كده تبقى تجوزها لي وهيجيبها لي على طول ان شاء الله باذن الله. اي تعليق لحضرتك؟ لا والله ما فيش تعليق خالص، يعني تعليق الوحيد ان انا مبهور ان شايف مأذونه في مصر شيء جديد. ميرسي يا فندم ده من ذوقك والله. هي دايما كده، مصر بتفاجئ العالم دايما، الشخصيه المصريه مميزه في كل المجالات. مظبوط يا فندم مظبوط. خالد بيه ابن خالتي ده اكبر رجل اعمال في اوروبا. وعنده طياره خاصه كمان ما شاء الله. الحقيقه انا زي كل المصريين اللي سافروا بره ونجحوا، اشتغلت كل حاجه، اشتغلت عدد ساعات مهول وتعبت لحد ما وصلت اللي انا فيه ده. شخصية مصرية عنيدة بطبعها، ممكن توصل وتنجح في أي مكان في العالم. فعلا يا فندم، الشخصية المصرية هي اللي بنت الأهرامات، خرجت لنا زويل ونجيب محفوظ، قادرة تحقق النجاحات في كل المجالات. ما شاء الله، كلام حضرتك يحمل جينات العبقرية المصرية هو. مرسي يا فندم، يعني كلك ذوق الحقيقة. صدقيني يا هانم، أنا لو اشتغلت في بلدي قد اللي اشتغلته برا كنت حققت أكتر من اللي حققته ده. احنا بس اهم حاجه عندنا نشتغل دلوقتي، اشتغلوا بجد بقى ان شاء الله يا فندم. خالد بيه يا نونا هيتابع العروسه من بكره. ان شاء الله. مبروك يا عروسه. مبروك علينا وجودك وسطنا. بصراحه انا مبسوط جدا مبسوط جدا ان في مأذونه في مصر، شيء جديد بجد. ربنا يخليك يا فندم حقيقي نورتنا. والله انت انسان غطيط، شنو اللي قفلت الكرتون؟ خلاص اسمع يا عظمه، اسمع كويس الكلام اللي هقوله لك. الموضوع اللي انت عايز تتناقش فيه دي هناك عند نونا في مكتبها، هنا بيت والبيت لي حرمه. اول هم بالصلاه على النبي كده ناس من المعلم عظمه. وانت يا بقى في منك له له له. مش عظمه يا اخويا اللي اتقال اسمح وما اسمحش، فاهمين؟ فاهمين. انت بتتكلم ليه؟ انت بتتكلم ليه؟ شنو انا ما قلت شيء والله يا معلم. ولا اقعد لسانك ياض بدل ما اقطعهولك. ما انا فاهم اللي فيها. حاضر يا معلم والله العظيم يا جماعه. لا اتكلمت يا طارق، اتكلمت ودقيت المعلم. اتكلمت وانا شاهد كمان. خلاص شاهد على ايه يا اخوانا؟ انتوا هتلبسوها لي ولا ايه؟ لا موعد ولقاء بقى، البسها عشان خاطر المعلم. اه ده بعيد عن شوارعكم انتوا الاثنين، محدش هوقع بينه وبين المعلم عظمه حبيبي. احنا كده وقعنا. هو مين يا جماعه اللي كان بيطبل لعايده؟ والله العظيم ثلاثه معلم، الواد ده هو اول واحد مسك الطبله، وبعدين هو اللي قاعد يبخ العايده في ودنها يقول لها انت هتبقي نجمه وهتبقي مشهوره عشان يقوم عليك. بس بس انت هتسخن الراجل انا ولا ايه؟ بقول لك ايه يا انثى العجل انت، هو عايده دي كانت بهيمه وسرحت مني، وعدم مؤاخذه انا قاعد دلوقتي مستني البهيمه البدل، وعلى الله ابقى اسمع صوت راجل فيكم. يا ليه يا ليه؟ لا هو في رجاله هنا يا اختي؟ مش عارفه والله يا حبيبتي. الراجل ده بيتكلم عن مين بالظبط؟ الراجل ده بيتكلم عن الرجاله، الرجاله اللي مبهدلنا، اللي مقضيينها بقى اوامر واعملي وشيلي وحطي وكنس ومسح. ما انت اللي غلطانه، المفروض تهتمي باكل الراجل، وعلى راي المثل اقصر طريق لقلب الراجل الطريق الدائري. والله يا اختي بيبقى زحمه. خلاص خدي البيعه. ولا كبتي من دماغي هادي انت وهو، لان سؤال الوقيع دي. ايوه كده يا معلم، انا عايزك تفحصهم كده. ممكن اخد موبايلك؟ بقول لك يا وليه ما تروح تعملي لي حلب حاصل. مين ذكر والنبي؟ كويس ان مأذونة اتاخرت عشان نلحق نلغي مع بعض شويه براحتنا. يكون احسن. الناس في مصر ما بتقدرش قيمه الوقت مع انه مهم جدا. ساعتك حلوه قوي والله. عجباكي؟ نجيب لك منها الحريمي بتاعها. بعدين دي رخيصه ب 1000 دولار بس. 1000 دولار؟ دي عجباني موت. خلاص اعتبريها في ايدك خلاص. ميرسي. 1000 دولار يعني 6000 جنيه. اقول لك حاجه، اديني 1000 دولار وانا هجيبها. من عينيا، مع انك تستحقي اكتر من كده والله. المهم قولي لي بقى، انت بتحبي ايه في ابن خالتي؟ يعني شغلانته كويسه، عنده فلوس، عايش بره، دي اهم حاجه. كويس يعني. يعني انت بتحبيه؟ بحبه. بحب الاستقرار اكتر، هو شخص كويس. طب لو ضمنتي استقرار اكتر من كده؟
اكيد هبقى مبسوطه اكتر. وابن خالتي كتب لك مهر كام؟ 1,000,000 جنيه مصري. مليون جنيه بس؟ نعمل ايه بقى، امكانياته على قده. على قده؟ بقول لك ايه، ما تيجي نروح نقعد في اي حته ونتغدى ونتكلم مع بعض شويه، ولا انت مستعجله على كتب الكتاب؟ لا خالص، ما عنديش مشكله. طب يلا بينا. انا اسفه، انا عارفه ان انا اتاخرت عليكم، بس هنكتب الكتاب فورا. مش هينفع نكتب الكتاب دلوقتي، اصل احنا نسينا ال احنا لازم نروح نجيب ال عشان ما ينفعش نقعد من غير ال صعب جدا من غير ال لازم نروح نجيب ال هو اللي حنا نكتب الكتاب. بس هتتاخروا عليا؟ ابدا، على طول، ده احنا هنجيب ونيجي على طول نكتب الكتاب. اوكي، يعني اطمن اللي في اوروبا عشان هو كان مستعجل على لا لا لا، طمنيه خالص، طمنيه خالص، ده اللي على طول. احنا هنجيبه ونيجي على طول، مش كده؟ على طول اكيد نجيب اللي ونيجي. يلا بعد اذنك. اوكي. طيب معلش، ممكن تجيب لي 2 من ال هو ايه يا بنتي؟ لازم تفكري كويس عشان ما تندميش. انا مطمع، انا حدث ولا حرج، صيده صيده طبعا. اللي هتاخدني هتبقى اصطادت الحوت اللي بطنه خاتم سليمان. تفتح البطن وتاخد الخاتم، تطلب وتحلم وتحلم وتطلب وتطلب وتحلم. احلم بس افتح بطنك؟ لا، عشان تاخدي الخاتم. طب ما انا ممكن اخد الكاتب من غير ما افتح بطني. ازاي؟ تطلبي وتحلمي وتحلمي وتطلبي حسين نونة، حسين نونة، حلم حلم. احلم طبعا، لكن اطلب حاجة منك انت اقرف. الله يسامحك. بقى كده؟ وده من امتى بقى ان شاء الله؟ من ساعة ما رحنا نجيب ال يعني انتوا بقى جايين لي عشان عايزين تتجوزوا؟ ايوه. طب وابن خالتك اللي قاعد مستني ال خالتي ماتت من 10 سنين، بعدين خالتي وخالتك اتفرقوا، خلات خلاص انسي بقى، ماشي حالك. ده انت طلعت واد. بعدين مأذونه، اكتب كتابنا بقى انا وخالد حبيبي. أيوه. هيكتب لي مهر 10 مليون ونوقخر طياره خاصه. يا عيني. ده انت لعبتيها صح بقى. حياتي. يلا بقى. مش هكتب الكتاب. احنا موافقين، هتكتبي كتابنا ولا نروح مأذون تاني؟ بقى كده. ماشي. ان غاب القط تلعب يا فار. خلاص يا مأذونة، اكتبي كتابنا، احنا مستعجلين بقى. اكتبي، ربنا يعينك. خس عليك حبيبي خالد. بعت الراجل اوان كده؟ ما اقدرش ابيعه ابدا. حبيبي خالد. ايوه يا ابن خالتي يا حبيبي. بودي؟ ايوه، اديك سمعت كل حاجه. لا لا لا، ما تزعلش نفسك، انا اول ما اجي هجوزك بنت السفير المصري عندك، ما تقلقش خالص. السفير المصري؟ مع السلامه يا حبيبي. هو في ايه؟ في انك طالق من قبل ما تتجوزي حتى. طالق؟ طبعا. معلش يا مأذون، معلش انا كنت عايز طبعا اكتب الكتاب عندك، بس للاسف العروسه طماعه وما تستاهلش اي حاجه. ولا يهمك، سعادتك انا اجي معاك اي مكان، لو حابب حتى اروح عشان اكتب له يعني كتابه على عروسه السفير انا تحت امرك. هنشوف ما بس ايه رايك؟ تمام. هايل. 100 100 هايل. 100 100 خليهم بره يدوكي طياره ورق يا حلوه.